ايوه خلينا نتكلم في الحاضر. اه الألبوم الجديد يعني كم أغنية؟ هو لحد دلوقتي هم 10 اغاني. تعاملت مع يعني تقريبا 3 ارباع الناس اللي في السوق بكل بقى الكاتيجوريز، اشتغلت مع الشعراء الكبار، واشتغلت مع الشباب الصغيرين، واشتغلت مع اللي من جيلي واللي اصغر مني، واشتغلت مع كل الملحنين وموزعين. بس مش المفروض ان كل ألبوم يبقى له يعني روح واحدة كده؟ طبعا ما هو هنا بقى فكرة انك ازاي تختار الاغنية اللي تليق عليك، تاخد من كل الناس دي، بس لما تسمع تحس انك في الاخر بتسمع روح واحدة وشكل واحد. هو ده بيرجع بقى لاختيار الفنان. وانا بصراحة انا مش يعني انا مش ديكتاتورية خالص في اختياراتي، يعني انا باخد رأي اللي حواليا، باخد رأي اهلي، باخد رأي بعض الناس اللي ليهم علاقة بالمزيكا وبيفهموا مزيكا قبل ما اعمل حاجة او قبل ما اشتغل حاجة، بتختاري صح عشان تختاري صح. عشان اختار حاجة تبقى مظبوطة. باخد رأي الناس صحابي اللي ما بيفهموش مزيكا، طب الناس العادية لما تسمع الأغنية دي هيبقى رأيها ايه؟ برضو الشريحة اللي انت بتتوجهي لها بالألبوم الجديد زي ما انت قلتي 18 لغاية في حتة التين ايجرز انا ركزت على الناس اللي هم اكتر ناس تشجيعا ليا، واللي هم احنا هناخد بعض ونكبر مع بعض بقى. بس سواء جمهور سواء فنان. جميل جدا. مسألة التمثيل التمثيل احكي لي. كانت البداية من طبعا من المدرسة بقى، من ابن خلدون. قلنا ده كانت أول حاجة، كان تمثيل مسرح، كنت أول مرة أمثل في حياتي. وأنا فاكرة في إزيز دي أنا أخدت أفضل ممثلة، والمسرحية خدت أفضل عرض على مستوى لازم تاخذ أفضل الإدارة ممثل. اللي أنا كنت فيها، مع إن كانت لغة عربية فصحى بقى وكان فيها غنى وحاجات كده. بس دي كانت بداية كويسة. ما فكرتش في الموضوع تاني خالص الفترة دي، وقفت تماما وركزت في الغنى جدا لحد ما خلصت ستار اكاديمي ورجعت. جالي مسلسل ازمه نسب. ازمه نسب كان في رمضان اللي قبل اللي فات، وكان دور حلو جدا الحقيقه. كنت عامله دور صحفيه كنت اسمها أول امير، مرة تمثلي؟ ده كان اول أول تمثيل ليا كدراما. كنت رايحة بقى أول يوم تصوير مرعوبة؟ كنت رايحه خايفه جدا، مع اني انا الكاميرات بالنسبه لي ما بقاش عندي رهبه بالظبط. الكاميرا خلاص اتكسرت. بس فكره برضو ان انا بعمل مسلسل مع فنانين كبار زي زينه ومحمود عبد المغني وسلوى خطاب وحاجة عبد العظيم، اسامي ما شاء الله كلهم اساتذه يعني بنتعلم منهم، ومخرج عبقري زي سعيد حامد. فانا رايحه فين؟ يعني رايحه اعمل ايه؟ فمن اول يوم كده يعني اول حد كسر لي الرهبه دي كان استاذ سعيد حامد، اللي انا بقدم له كل التحيه والشكر والتقدير. قد ايه مخرج محترم وقد ايه انسان جميل، يعني بيعرف يخليك كده انت مش حاسس ان في كاميرات. فدي كانت اول حاجه. بعد ازمه نسب مباشره جالي بطوله مسلسل كان زي سيت كوم كده، كان بطولتي انا ومصطفى ابو سريع، وكان معانا برضو انتصار وحجاج عبد العظيم ومها ابو عوف وسامي مغاور طبعا مع حفظ الالقاب. ودي كانت تاني حاجة تمثيل. ودلوقتي الحمد لله خلصت تصوير الجزء التاني من أفراح صراحة إبليس كويس. اللي هيتعرض في رمضان اللي هيتعرض جاي في رمضان اللي جاي إن شاء إن شاء الله. الله حاجة جميلة جدا.